ممثل قانونية للمفوضية الثانية لشؤون اللاجئين للمركز الأمن الوطني بالبحيرة قدمت طلبة معتها أنها تفتح بحث وقضية في المجموعة مع الأفارقة جنوب الصحراء اللي متواجدين أمام المقر بتاعهم. نحن استشرنا النيابة العمومية، النيابة العمومية قد تتنفذ عليهم ولا سبيل إليه أنه بالسيتواسي معهم. نحب نأكدوه أنه الناطق الرسمي لوزارة الداخلية غالط الرأي العام، غالط الرأي العام من حيث من خلال حديثه على شكوى مقدمة من المفوضية. ما ثماش شكوى، ثم إشعار تم تقديمه للمركز الأمن، لكن ما ثماش شكوى، بمعنى أن الدولة التونسية وزارة الداخلية هي اللي اخذت المبادرة وحدها لفك الاعتصام بالقوة، وبالتالي تتحمل تبعات ما وقع. اللي صار بطبيعة ثم معنا أحداث عنف صارت، وإحنا كنا عبرنا على تضامننا مع المواطنات والمواطنين التوانسة اللي تضروا من الأحداث هذه، ومع اللاجئين وطالب اللجوء، خاصة النساء والأطفال اللي تعرضوا لعملية ترويع كبيرة. معناها العدد رأوا أكثر من 30 امرأة، وثم أكثر من 20 صغير معنا موجود في الاعتصام. تصوروا كمية الغاز والهيراويات وطريقة الفض العشوائية اللي صارت معناها في للاعتصام وتبعاته اللي صار. تعرفوا أن جنوس الدولة مقع على كان من المفروض اليوم أن يكونوا معنا 4 من اللاجئين وطالبي اللجوء، 3 منهم وقع إيقافهم، والعنصر الرابع كيف كيف عنده تخوفات من أنه يقع إيقافه. اليوم وصلنا لمرحلة أنه معناها اللي يعبر على رأيه يقع معاقبته، للأسف تقع معاقبته من الدولة التونسية وحتى من بعض أجهزة المفوضية. اليوم زدنا خوف على الخوف اللي كانوا يعيشوه اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في تونس منذ أحداث 21 فيفري. شفنا أحداث 21 فيفري وما نتج عنها من انتهاكات ومن خطاب تمييزي وعنصري وممارسات وقع استرجاعها أثناء فض اعتصام المفوضية. شفنا كيف كيف على الشبكات الاجتماعية اللي استغلت الانفلاتات وأحداث العنف واللي هي مدانة بطبيعتها واللي تصير في كل الاحتجاجات الاجتماعية، وتم استغلالها لاستعادة نفس الخطاب. وشفنا الشبكات الاجتماعية وللأسف حتى بعض المدخلين في وسائل الإعلام من خلال خلق حالة من الفزع من المهاجرين واللاجئين وطالب اللجوء وتصويرهم وكأنهم خطر يهدد التونسيات والتونسيين، وللأسف رأي هذه ما تنجم تكون كان مقاربات عنصرية وتمييزية. كل خطأ هو فردي وما تتحملوش لا فئة ولا مجموعة. Thank you.